9 أشهر المواطن العراقي ينتظر حكومة ممكن أن تلبي وتقدم له الطموحات وخدمات. لحظة سيد عباس، الشعب العراقي ينتظر حكومة يعني كأنما هو بسبب منه؟ بسببكم أنتوا، أنتوا الكتل السياسية كلكم بدون استثناء متنحرين مع بعض، جهة تريد أغلبية وجهة تريد توافقية، وبالتالي أنتوا ككيانات سياسية أنتوا سبب تأخير الحكومة، مش الشعب. الشعب شو ذنبه؟ أقول بالنتيجة سيد الفاضل، يعني اليوم الشعب العراقي والكتل السياسية والذين انتخبهم الشعب العراقي هم جزء من أبناء الشعب العراقي. اليوم 186 عضو برلمان هم ممثلين المكون الشيعي، مثل ما هم 60 أو 70 ممثلين المكون السني، ونفسهم لا تقل ممثلين المكون الشيعي أو ممثلين المكون السني. لحظة سيد عباس، أقول بالنتيجة يعني لا تسمح الأستاذ العزيز اليوم هذه الكتل السياسية نسبة المشاركة في الانتخابات إيش قد كانت؟ 20-30% وال70% او ال60% الباقيين؟ معنا ما نقدر نقول ذولا ممثلين الشعب كله. اقول سيد الفاضل اذا تسمح لي اليوم هؤلاء اعضاء البرلمان ومنظم اعضاء الكتلة الصدرية هم منتخبين من قبل ابناء الشعب العراقي، سواء كانت نسبة المشاركة 50% 60% 30%، بالنتيجة هي خيارات ابناء الشعب العراقي، فبالتالي هؤلاء هم ممثلين ابناء الشعب العراقي. فاذا كانت هناك مشاكل بين الكتل السياسية وبين هذه الأحزاب، لا يوجد خيار أمام هؤلاء المتخاصمين على المغانم، على المناصب، على المكاسب، على أي مشاريع تطرح أغلبية وطنية توافقية، لا يوجد لدينا خيار سيد الفاضل سوى الجلوس على طاولة المفاوضات والحوارات. نحن بهذا الوقت يعني الحساس والخطير اللي يمر به البلد بشكل عام، ندعو كل الكتل السياسية، كل الأحزاب السياسية، كل المكونات، كل الزعامات، الجلوس على طاولة الحوار.